قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي مساء أمس أن دستور الكويت أكد على العدل وحفظ استقلال القضاء وحصانته ليكون غوثا لكل ملهوف. جاء ذلك في كلمة للوزير العفاسي ألقاها عن رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي في حفل معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لتكريم أعضاء مجلس إدارة المعهد السابقين والدفعتين 14 و15 من وكلاء النائب العام. كان حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء على التأكيد على الاهتمام بالقضاة وأعضاء النيابة العامة وتذليل أي صعاب قد تواجههم تمكينا لهم من أداء رسالتهم بما يكفل إرساء قواعد العدل على أسس وطنية راسخة. وامتثالا لهذه التوجيهات السامية تولي وزارة العدل بكل كوادرها جل اهتمامها لخدمة ورعاية رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وتوفير كل الخدمات اللازمة لتسيير مرفق القضاء بانتظام والطراد.